طيب الفنانة غادة عبد الرازق رجعت مرة تانية للست القوية السيطرة التي لا تقهر. التي لا تقهر. أنا بعز جادة جدا، بس جادة بقت خارج حدود المنافسة أو الزمن. يعني في ناس كده، يعني أنا هشبهها لك بروب بحاجة كويسة. في لعيبة كورة بيبقوا موهوبين جدا، بس يجي بوقت عليهم يعرف إمكانياتهم. هو كان حريف جدا وكان بيدفع فيه ملايين، تمام، بس هو بيجي في وقت كده قرر الانسحاب لأنه خلاص الكرة اديته ظهرها. فاحنا ممكن نقول ان الدراما ادت جادة ظهرها. جادة ممكن تشتغل بره سيزون رمضان. هل الدراما فيها حظ يا مصطفى؟ لا، ما هي مش في حظ، هي فكره ان انت بتتنازل عن حاجات كتير بتصنع نجوميتك. فمرور الوقت نجوميتك لان هي عباره عن بالظبط زي اللمبه المنوره قوي، بتخفت الاضاءه. جادة محتاجه تقعد تشتغل على نفسها تاني، مش كممثله. هي عدت مرحله التمثيل دي، هي ممثله كبيره جدا، بس محتاجه تركز في الورق اللي بتختاره، محتاجه تركز في الكرو اللي معاها، محتاجه تركز هي فعلا قادره تنافس في رمضان ولا تخرج بره سيزون رمضان. يعني محتاجه تقعد مع نفسها شويه.